سلام الله عليكم جميعا متتبعي قناة ديستي الويب. الموضوع اللي غادي نتكلموا عليه في هذا الفيديو هو موضوع كنا كنتكلموا عليه شحال هذه مواضيع اجتماعية، ولكن بحكم أننا غبرنا عليكم شوية وتلاهينا مع ملف ديال ولد الشينوية، فإن شاء الله اليوم رجعت لكم بواحد الموضوع اجتماعي اللي صراحة منوضها في السوشيال ميديا زاهية في اليوتيوب. الموضوع اللي غنتكلم عليه هو ديال يونس مربوحة. يونس مربوحة كيف ما كنعرفوا هذيك الأسرة تبعنا معها بزاف ديال الفيديوهات وبزاف ديال الشوهة كيف ما كنقولوا، لأن أسرة أنا كنسميها بعد الأسرة المشوهة. بالنسبة ليونس مربوحة كان تيقول لنا هذه مدة ديال عامين، هو تيقول لنا باللي راه غادي يتزوج، باللي راه خطاب، باللي راه دا الدفوع. المهم الإخوان والمشاهدين بقينا متبعين معاه، يعني الموضوع ديال الزواج بقينا مركزين طبعا شكون هذه اللي تزوج بها وشكون هذه اللي خطب من بعد سميرة، اللي الصراحة كانوا بيناتهم صراعات والباقي الآن حروب، اللي كيف ما كتقول سميرة أنه ما تيخلصش لها النفقة ديال أربعة الوليدات، وأي وحدة غتجي في بلاصتها ما غاديش تفرق معاه، لأنه كون طفرات هي معاه ما غاديش يتخلى عليها. المهم كيف ما كتقول سميرة بطبيعة الحال تاني كتقول أنه كانت بيناتنا قصة حب وتزوجنا عن حب وعشنا صراعات، ولكن كيف ما تنقول لكم أن أي وحدة غادي في بلاصة سميرة، سميرة غادي يبقى فيها الحال وغادي تبان فيها، وبطبيعة الحال أي مرة ما كتبغيش تكون شي وحدة في بلاصتها. ومن بعد ما شافت هذيك الحفلة اللي نايضة أو للعرس اللي تقام في الدار ديال يونس، انه كل شيء فرحان وكتشوف الفيديوهات كيتبارطاجا وكتشوف انه مشى كيتقدى من المحلات الغالية شوية، مع العلم بين قوسين انه هو ما تيخسرش بزاف، ولكن كنظن انه ضد فيها تبين انه مشى للمحلات الفاخرة وتقدى من الملابس الجهاز كيف ما تنقولوا العروس، منو تاني خداو التمر خداو الحليب خداو يعني ملابس كذلك الام العروس، مع العلم اننا لم نراها. المهم كل هاد التفاصيل بقينا مركزين معها ومركزين كذلك مع يونس، وبغينا نعرفوا الفضول اللي تارنا هو انه بغينا نعرفوا هاد العروس اللي خدا يونس مربوحة. المهم الاخبار كيف ما تنقول لكم الاخبار صحيحة، يعني يونس جاب العروس، ولكن اللي ما صحيحش انه كان كل شيء غير تمثيلية هكا باش يعاود تاني يجر المشاهدين والمتابعين باش يثير انتباه ديالهم وباش يحيد هذيك الكذبة اللي كانت يقول انا اللي خطبت راني تكاتبت راني جبت الدفوع. المهم كيف ما قلت لكم ان يونس خسر بزاف ديال الفلوس ولكن خصو يعوضها في الادسنس. المهم العروسة اللي غادي نتعرفوا عليها حنا حتى هي عندها قناة، وهنا غادي يدور في الذهن ديالكم انه يونس ما جابش العروسة غير هكاك، يعني كاين شي صلة وصل بيناتهم. يونس عنده قناة، مربوحة عندها قناة، وكذلك لالا العروسة الجديدة اللي هي عائشة السوسية حتى هي عندها قناة، لانها شفناها حتى بعض الفيديوهات محاتهم ما عرفناش علاش، مع العلم اننا متاكدين انه راه ما تما كاين لا زواج لا خطبه لا حتى شي حاجه غير تمثيليه كيف ما قلت لكم باش هكا يعاود يرجع الفلوسات ديال الادسنس. المهم بقينا متبعين كيف ما قلت لكم وشفنا مجموعه ديال التفاصيل اللي صدمت الكل، شفنا عروسنا الجديده وشفنا اشنو وقع لسميره من بعد ما عرفات انه يونس راه دا الدفوع وراه كيبارطاجي معنا الفيديوهات ديال الخطبه ديالو وزيد وزيد. وكذلك كيف ما كنقول لكم ان هاد الاسره راه الصراحه كتفاجئنا كل مره بشي حاجه تعتشوها وصافي. المهم تفاصيل وفضايحهم وكوارثهم راه حنا كنشوفوها في العلن،
ما مخبين علينا حتى شي حاجه، وحنا حتى حنايا بدورنا رحنا كنتفرجوا وكنقولوا التعاليق ديالنا والاراء ديالنا. المهم هما تيشاركوا معنا كل شيء، وحنا موالفين موالفين، يعني كمولفين على الشوهه ديالهم، مولفين على كيف ما قلت لكم اي فيديو حطوه رحنا كنعلقوا عليه، كنقولوا ونعاود ناكدها، لانه بعض الفيديوهات راه تيكونوا لا علاقه وكيكونوا غير تمثيليه، ولكن هالشي راه تيضرب المشاهدين، لانه بعض المشاهدين بعض غتفقدوا كيف ما كنقول عفوا المصداقيه ديالكم. المهم كيف ما قلت لكم غادي ندخلوا في صلب الموضوع. يونس كيقول راني درتها بصح، مع العلم اننا حنا راه ما متيقينش، كيقول باللي راه هاد الزواج وهاد الخطوبه راه الصراحه راه كاين، وانا ما تنكذبش، ولكن شفنا العروسه ولكن ما شفناش العائله ديالها، عائله العروسه ما كايناش.